قال: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي، في ناس بيروا كنت رديف النبي وديك حديث معاذ، أما هنا قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. قال ابن عثيمين: ويحتمل أنه كان رديفا له، يحتمل احتمال، لكن هو صرح قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. والناس انتبه للكلمات دي، ست كلمات، وهي وصايا نافعة جامعة مفيدة بيّن فيها العقيدة الصحيحة وأرشد فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أرشده فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام كان صغير في السن، حتى لما الرسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان عمره 13 سنة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج كرب، وأن مع العسر يسرا. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو غلام، والآن ده في حل لعقد من كثير من الناس، تجلس في مسجد، في مسجد في البلد، مشيت قعدت ورا، في أولاد جوت لموا، أديتهم فوائد الله يتقبل، جيت المرة اللي بعدها تكلمت في المسجد، مسجد قدام في رفاعة في المنطقة الشرقية فيها، اتكلمت الأولاد تاني تلموا، بقيت أديهم فوائد وكذي، والناس قدام بعد الصلاة انتهت. ففي واحد جاء قال لي: انت بتلم الأولاد ديل بتقول لهم شنو؟ وانتوا الأولاد ديل بتلمون، انتوا قصتكم مع الأولاد دي شنو؟ مصائب يبتلى بها الناس. قال: فقال لي يا غلام، رأيك شنو؟ وده الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي معه، يعلم الصغير والكبير والذكر والأنثى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. في مسجد والناس قاعدة والنور شغال، لخبة شنو تاني؟ لخبة ساين، هذا عندهم وساوس هوس في راسه. وإلى الله المشتكى. فقوله يا غلام، قال لي يا غلام، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدعوة للكبير والصغير وللذكر والأنثى، لكن بالضوابط الشرعية المعروفة، وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الناس، وهو أفضل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. الداعي إلى الله ذا ينشر الدعوة في كل مكان، تبلغ الدعوة، لقيت أولاد تبلغنا الدعوة، ناس كبار في السن تبلغن دعوة الله تعالى، ركبت المواصلات في منكر من المنكرات تبين الحق، يستفيد الناس، وهكذا تمشي بين الناس. في واحد من الدعاة أنا أعرفه، ده بيمشي في الشارع بيلقى الأولاد قاعدين في الظل، يلقاهم يقعد معاهم يقول لهم: يا شباب أنتم مشكلتكم شنو؟ أنتم مالكون مشكلتكم شنو؟ بعد ذاك بيبدوا يتكلموا معه، والله زهجانين كذي إلى آخره، فيتكلموا معهم في الدين ويبين لهم أن الراحة في دين الله تعالى وفي الاستقامة على منهجه، وهكذا
يبلغ دعوة الله تعالى. يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه كالتوطئة والمقدمة لأهمية هذه الكلمات. عشان كيف تلقى في كثير من المصنفات تلقى اعلم رحمك الله، اعلم هذه للتنبيه، وإن كانت هي فعل أمر من العلم. وتجد في القرآن هذه اللفظة تجدها، اعلموا أنما الحياة الدنيا. لما تسمع اعلموا بتنتبه في معلومة مهمة، أنما الحياة الدنيا لعب ولهن إلى آخره. طيب، إني أعلمك كلمات. ما هذه الكلمات؟ الكلمة الأولى احفظ الله يحفظك. قال ابن عثيمين احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. ده معنى احفظ الله، أي في دين الله تعالى، بدين الله. احفظ الله بفعل أوامره. الله أمرك بأمر سبحانه وتعالى تقوم به، نهاك عن نهي تجتنبه، حد حدودا لا تعتدي هذه الحدود، لا تتعداها ولا تتجاوزها. بعدين تحفظ الله في سمعك فتبتعد عن الحرام، وفي بصرك تبتعد عن الحرام، وفي لسانك لا تتكلم بما يغضب الله تعالى، وهكذا تحفظ الله في جوارحك وفي نفسك ظاهرا وباطنا. الله بيحفظك، والجزاء من جنس العمل، والله ذو فضل على العالمين. احفظ الله يحفظك، الله بيحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني أمامك، يعني أنك إذا حفظت الله في الرخاء حفظك الله في الشدة، حفظك الله في الشدة. أنت في الدنيا الآن حفظت الله، طبقت الدين واجتهدت في طاعة الله إلى آخره، جاءك الموت، ده موضع داير حفظ، الله يثبتك ويوفقك تموت على خير، ده داير حفظ، الله بيحفظك هنا في الموضع ده. جاء القبر فيه سؤال وانت في حفرة براك، الله بيحفظك. جاء يوم القيامة أهوال، الله بيحفظك. الصراط جسر فوق جهنم، الله بيحفظك لما تتجاوز الصراط تمشي بغاية إلى أن تدخل الجنة. احفظ الله تجده تجاهك، وتجده في الشدة، في موضع الشدة تجد الله معك يؤيدك وينصرك ويخرجك من الكرب. الكلمة الثالثة إذا سألت فاسأل الله. لو دار تدعو، تدعو الله سبحانه وتعالى، هو القريب وهو السميع، والألفاظ دي فكر فيها كويس، هو القريب. بعد التنادي زول في آخر الدنيا مدفون فارق الدنيا، والله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب. واحد والذي رفع السماء في الداخلية هنا، قلت له قريب الله ولا فلان، سميت له فلان، قال لي قريب فلان. أسبي طيارة قال لي بصلوا، أسبي طيارة قال لي بلحقوا فو بصلوا. هل ده المقصود؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهو أقرب سبحانه وتعالى إلى العبد، وهو يجيب دعوته جل في علاه، وإن كان هو في العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع، وهو البصير، وهو العليم بك وبحالك وبسؤلك، وهو الرحمن الرحيم، وهو اللطيف، وهو الكريم. دي كلها فكر فيها. كريم الله سبحانه وتعالى ورحيم. قبيل الصباح لقيت طفل أبوه ضاميو، مش أمه، أبوه ضاميو، والأب وشه متأثر شديد، قرب يبكي، راكب له ركشة، والطفل حاضن أبوه ماسك اللبو صغير، واللبو شايل له صندوق أبيض بتاع أدوية وأوراق، شكله جاي من المستشفى.
قلت أشوف السلبو ده، تلقى الطفل ده حماوة النوم يوم من الأيام وزهجوا وعكروا، لكن لما الطفل ده بقى يتناهد ويتألم ده طوالي جربه شنو المستشفى وحريص عليه. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم يقول الله أرحم بعباده من هذه بولدها، مش من هذا الأب بس، الأم ذاتها، من الأم بولدها، يعني الأم دي تزهج وتضايق وتعصية وتخالفة، لكن ما ممكن ترميك في بوتجاز بتاع نار مهما تغضب ما بترميك. الله أرحم بعبادي من هذه، لله أرحم بعبادي من هذه بولده، في رواية بعبده، لكن ما معناه تعصي الله وإنما تطيع الله وتحسن الظن به. إذا سألت فاسأل الله، تسأل الله، اليوم اللي بتسأل غيره بيغضب عليك، بيغضب، لأنه لله المثل الأعلى. لو زول مسافر وقال لزوجته إن داير أي شيء ما تشي لحالي، ما تمشي للناس، شايف فلان أي أخوي أي أي شيء تتصلي به ولا أبوي بيجيب لك الحاجة الدائرة، أوعى تمشي لبتاع دكان ولا للجيران ولا لغيره. ده لو مشى وسافر تم شهرين ثلاثة، المرة بقت لافة بتاع الدكان تتدين والجيران دائرة كذي وكذي، بيغضب ولا ما بيغضب؟ بيغضب. لكن لو مشهد عديل للاتجاه الوجهة له بيرضى. لله المثل الأعلى، رسول عليه الصلاة والسلام قالوا إذا سألت، لو داير حاجة فاسأل الله، أوعك تمشي لي غيره، قال إذا سألت فاسأل الله، وما قال لي أسألني أنا يا ابن عباس أنا الرسول ناديني صلى الله عليه وسلم، لا، ولا قال لي نادي الصحابة، إذا سألت فاسأل الله براه بس. وإذا استعنت، الجملة الرابعة، فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. الجملة الخامسة، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ده جانب النفع. جانب الضرر، الجملة السادسة، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بعد ذلك قال لو رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده الشيء المكتوب والشيء الكتب الله سبحانه وتعالى من الخير والشر، إن كان الخير يصيبك وإن كان الشر كتبه الله يصيبك. قال لو رفعت الأقلام، ما الشيء المكتوب ده هو اللي بيحصل، ما مكتوب ما بيحصل، رفعت الأقلام وجفت الصحف بما فيها من الحبر ومن المداد فلا تتغير، ما في شيء بغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الحديث. الرواية الثانية بتشرح الرواية الأولى، احفظ الله تجده أمامك، دي بتقابل احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك شنو في الشدة، دي بتشرحها برضو. تعرف إلى الله في الرخاء أي بطاعته، يعرفك في الشدة أي تجده في الشدة، وليس المقصود اللفظ في نفسها لأنها لا تطلق على الله تعالى، ما بتقول الله عارف، ما بجوز تقول الله عارف الشيء الفلان، وإنما تقول الله عالم الشيء الفلان، لأن العلماء قالوا المعرفة يلزم منها الجهل، كان جاهل وعرف، أما العلم فلا يلزم في جميع الأحوال أن يسبق بجهل. ودي من الأخطاء الشائعة، أقول لك أنا الله عارف اللي في قلبي، دي كلمة خاطئة، وإنما تقول الله عالم اللي في قلبي حتى لو بالداري. وهذه اللفظة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مؤولة وليست بظاهرها، لأنه الدليل على تأويل الأولى تعرف إلى الله في الرخاء مقصود أي تقرب إليه، دي أي عاقل بيفهمك، يعرفك في الشدة ليس المقصود أنه لم يكن يعلم بك قبل الشدة، وإنما المقصود هنا أنك تجده في الشدة سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
في بيعة والبيعة دي جلت منك أخطأت لم تصبك، ما تقول قال لك دي وخذها قاعد عشان ترتاح، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. في أراضي يوزعوها، الزول يقول لك الواتج أخ جابها بخمسة مليون وأنا عندي عشرة ما اشتريتها، أسي بقت بمئتين تلتمية، دي ما أخطأك ذات جلت منك، ما الله كاتبك دي ما تتضايق، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو كانت في الشر أيضا، وأن وما أصابك لم يكن ليخطئك. الجايك ده بجيك، ولك أنا ماشي كويس سواق بس جزول سائق عربيته سكران ولا ما بعرف يسوق طقشني، بس لو زحيت بسيطة بسيط كده لا لا مهما تزح ضبطوك شك مكتوبة كده. قال ختم الحديث لنختم به هاي، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، تصبر العاقبة شنو النصر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، متى ما جاء الكرب فإن بعده شنو يأتي الفرج من الله تعالى، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. انت قال لك بتبتلى، لكن مهما الضيق بعد شوية بتفرج، بس انت اصبر بسيط. قال وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر شنو يسرا، جاء عسر بعده بيجي شنو يسر، كلما جاء ابتلاء اعلم أن بعده فتح من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال نواصل في أحاديث هذا الكتاب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.